الجلسة يعني ركزت على بيان الحكومة وقام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحقيقة ألقى بيانه، وتقريبا خلاصة يعني بيان الحكومة النهاردة بيركز على الحقيقة الأمن كمحور أساسي، العدالة الاجتماعية، بيركز على فكرة الاقتصاد وخلق فرص عمل، بيركز على دمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي. الحقيقة فكرة ان احنا النهاردة نعمل تقنين للبناء على الاراضي الزراعية، كل هذه القضايا تقريبا هي محل بيان الحكومة. النهاردة احيل البيان الى لجنة لدراسته، وخلال ان شاء الله يعني 10 أيام الجايين دول هيكون تقريبا اللجنة المختصة بالرد على بيان الحكومة هتكون انتهت من البيان بتاعها، ويبدأ ان شاء الله الرد على بيان الحكومة عشان يبدأ تشكيل اللجان، ويبدأ المجلس بقى يدافع عن قضايا بقى الوطن والمواطنين. الحقيقة احنا مستلمين رؤية الحكومة الحقيقة لحدى 2030 القادم، يتوقع ان احنا هندرس التفاصيل اللي هي موجودة في الطرح اللي هو مطروح دهوت، علشان نشوف مسألة يعني الايرادات بتاع الدولة قد ايه، ابواب الصرف هتكون ايه، هيخلق كام فرصة عمل. زي المشكلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة ديت، حملة ماجستير ودكتوراه، الناس دي كلها لازم تجد حلول جذرية للقضايا الواقعية أهم من المشروعات القومية الكبرى، لأن كل الناس دي عاوزة تعيش وبيطالبوا بالحق يعني الأدنى من الحياة. وإن شاء الله كل النواب يعني اللي انتخبهم الشعب وهم هينتصروا لإرادة الشعب بإذن الله في النهاية.